نعود إذن إلى هذا الجزء الثاني من برنامج الرئيس، البرنامج المخصص للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2019. ضيفنا المرشح عدد 14 الأستاذ عبد الفتاح مورو، المرشح عن حركة النهضة، ومعنا الكرونيكور المحلل الأستاذ برهان بسيس. إذن نواصل حوارنا مع الأستاذ عبد الفتاح مورو. أستاذ عبد الفتاح، عندنا ركن آخر اسمه خمسة توانسة. أنت إذا انتخبوك توانسة باش تكون رئيس توانسة الكل، وإحنا اخترنا لك خمسة توانسة مختلفين من فئات مختلفة. نمشيو الخمسة توانسة مع الأستاذ عبد الفتاح مورو. أستاذ عبد الفتاح مورو، السؤال الأول يجيك من السيد منير بعتور رئيس جمعية شمس، نشوفوه مع بعض. سي عبد الفتاح مورو، انت قلت اللي الناس هذوما مرضى، تحكي عن المثليين، كان عندك دواء للمرض هذايا قول لنا عليه بالله، على خاطر كان تجيب لنا الدواء باش نجيبوا لك جائزة نوبل للطب. به سمعتوا السؤال؟ هذا تهكم، ما نحبش نرد عليه. تهكم في شويه جدي، مش مناقشه لفكره، لا فيه تهكم، فيه الأسلوب متهكم ولكن فيه جدية السؤال. أنا على كل حال ما جاوبش على حاجة فيها تهكم، لأن احنا جديين نتكلموا باش تقوم علاقاتنا على حقوق وواجبات وعلى احترام قانون، مش على واحد باش نعطيوه. هذوما فئة من التوانسة، من حقهم باش يسألوك. ما عندي مش دخلي هذا. باه، من حقهم ولا ما عنديش دخل في الموضوع. السائل أراد أن يتهكم بي، لا وأنا لست مستعدا للجواب. لا مش يتهكم عليك، لا مش يتهكم عليك أستاذ. أنا عرفت هذا، أنا فهمت. كان تسمح نعطي رأي. أولا مش يتهكم عليك، أسلوبه كان هكاك لأنه سمعك قلت أنهم مرضى الفئة هذية. أسكو أنت قلت هذا ولا لا؟ أذكر أني قلته، وإذا كانت قال فما ناس قاعدة تقول فيه ويناقش هذا الكلام برد الرأي بالرأي المقابل، مش عن طريق السخرية. إذا السؤال الموالي يأتيك من سلفي تونسي. المرشح للرئاسة السيد عبد الفتاح مورو، أنا هي أول دولة أجنبية باش تزورها إذا كان حصل لك الشرف ودخلت الكارتاج، وهل أنك باش تقعد محافظ على الجبة والكشتة فوق راسك وإلا لا؟ شنو كلهم سخرية؟ لا لا، حبيت نشكر على السؤال، سؤال عاقل، والرجل يريد الإفادة وأنا أحترمه في سؤاله. الجبة وكشتة. أولا بالنسبة للبلد، احنا تابعين المغرب العربي، والجزائر والمغرب بالنسبة لنا هي جوار، بل هي أرضنا، ولا يمكن أبدا أن نخطو خطوة دون أن نزور أشقائنا في هذين البلدين. أما بالنسبة للجبة والكشتة فقد أجبت عن ذلك. هذا على كل حال يعرف الأستاذ وأن الجبة والكشطة ما هيش مفروضة على المتدين، وأن اختيار ذاتي واختيار شخصي. أنا شفتك بالكسوة راو. نعم. موتيتك. نعم. شفتك عندك تصويرة بالكسوة. وأنا عشت 50 وأنا تمنيتك اليوم تحضر بالكسوة. يعني هو الأستاذ. توانسة في صورة جديدة. على كل حال أنا ما حبيش نبدل، باش يقولوش على خاطر قصر كرتاج. يعجبي بيه. انسى مشي. لكل مقام مقال. لكن أنا اللي بس هذا لابسه 50 سنة واعتزوا بذلك. لكن مقتضيات تسيير الدولة هي مقتضيات تفوق الأذواق. يزمك تعمل شوية سبور بل ما تلبس الكسوة. هذا يرجع إلى مستشارين. خاطر الجبة تخبي العيوب، الكسوة يلزمها. مدام أنت شفتني بالكسوة يظلي ما شفتش عيوب. نحتفظ برأي. به السؤال الموالي يجيك أستاذ عبد الفتاح من مثقف، هو الشاعر الأستاذ منصف المزغن. أستاذ عبد الفتاح مورو، أسألك، هل إن البلاغة وحدها كافية لإقناع شعب تونسي متعلم متمكن متعود على ألاعيب السياسيين كلها؟ شكراً أستاذ منصف، الذي أقدره وأقدر جهده وأقدر بلاغته، وأقول له الرئاسة لا تقوم على البلاغة، فليست أدبا ولا شعرا،
وإنما هي مكابدة وتسيير شؤون البلد والانكباب على واقعه وتقديم الحلول لمشاكله ومحاولة احتواء التونسيين جميعا ليكونوا صفا واحدا. احنا ما جربناكش لتحقيق أهدافه. احنا ما جربناكش، شفنا منك كان البلاغة إلى حد الآن، ما جربناكش في مسؤوليات الدولة. أنت كرئيس مجلس النواب هذيك حاجة. شوف شوف أستاذ، الكلام هذايا هو عام لكل من لم يجرب في الشأن العام. عام بيانسي. أيوة ملحظة قدامي. قدامي أنت. يعني ولات البلاغة بالنسبة لي عيبا. لا مش عيبا. مش معنى. لا تكفي. وأنا قلت لك أنا داخل على خاطر بليغ. شبك تتنرفز. ما قلت لكش هذا. أنا قلت لك عندي برنامج. وبرنامجي مكتوب. واضح. ومنشور. واضح. أستاذ السؤال الموالي يجيك من مواطن بسيط وعادي ويعبر عنه بالزوالي ومش عيب، معناها نسمعه مع بعضنا. سي عبد الفتاح مورو يا خويا، اتينا خويا بقفتنا، اتينا بعرانا، اتينا بالشعب بعريان الغلاء والكواف في كل بلاصة، والطب السبيطارات تعيط، المرض المريض يعيط، والشاريات ضعيفة، والخلال يعيط يا خويا، اتونا بالبلاد بالمرشيات، وهي الدنيا غلطت علينا، رانا تحرقنا رانا تحرقنا رانا تحرقنا، مش بعيدة من كرسي راهو. صرخت مواطن زوالي. هذا مش تلقطي. مواطن بسيط. ها. هذا هو المواطن. ماهوش بسيط الرجل هذا. هذا يعرف يحسب ويتكلم على واقع، واللي ما يسمعوش ما عندوش وطنية. واللي ما يحطش في الحساب متاعه القدرة على تخفيف المصائب على التونسيين ما يستحقش أي منصب من المسؤولية. مش بالبلاغة، جاوبوا واقعيا منطقيا. ش عندك ش عندك للمواطن هذا كمرشح للرئاسة؟ ما يسمح لي مش يصوت لك، ش عندك لي هو؟ ما يسمح به الدستور وتسمح به القوانين اللي كان الأستاذ برهان يشير لها. رئيس الجمهورية هو مسؤول عن واقع البلاد، وله آليات عن طريق موقعه، عن طريق الحوار الذي يفتحه، عن طريق الحلول التي يقترحها، عن طريق الكفاءات التي يقدمها، قادر لحل هالإشكالات المتراكمة والتي لا يمكن أن تحل دفعة واحدة وتحتاج إلى برنامج لحلها، ورئيس الجمهورية مطالب بتقديم ذلك. واضح. السؤال الأخير يجيك من وليد صغير يمثل الجيل القادم، نسمعه. سي عبد الفتاح مورو، انت شيخنا وانت شيخنا واحنا اولادك، كي نقرا تو كي نكبر نلقى خدمه؟ ممتاز السؤال، ممتاز ياسر. كي نكبر نلقى خدمه؟ قال لك شفت الهواجس بتاع سؤال ممتاز جدا. هذا النداء نادته بنتي منذ 12 عام. قالت لي يا بابا راني قريت وما لقيتش خدمة. بنت عبد الفتاح مورو؟ وإلى اليوم ما لقيتش خدمة. أخرجت من خدمتها في عهد النظام السابق قبل الثورة، دخلت نص نهار والشركة معلومة نعطيه الأستاذ برهان يتبع الملف، وبعد ما عدت نص نهار جاء الرئيس المدير العام قال لها ما عادش توريني وجهك، جيتك من جناب الله، ومن وقتها ما خدمتش إلى الآن. هالولد هذا هو بنتي وولدي، وأنا مطلوب به واجب رئيس الجمهورية مش مش يبكي على واقع التونسيين، وإنما يساعد مع المسؤولين على التربية والتعليم والتشغيل باش يلقى آفاق في الداخل والخارج لتشغيل أبنائنا. وأنا وقت اللي تحدثت عن سوق إفريقية وقلت وأننا قادرين باش نكتسحوا أسواق باش نبيعوا سلعتنا باش نخدموا أولادنا هنا باش نكونوا منهم كفاءات قادرة باش توصل للخبزة وتوصل لها الفمها بعز مش بالتراب. به نرجع للحوار العادي. انتهى خمسة توانسة، ركن خمسة توانسة. أستاذ عبد الفتاح، فما حاجة مهمة أنا نحب نعقب عليها. أنت ديما ساعات مش ديما ديما ترجع لتالي لسنوات عهد بن علي وتحكي على أنك كنت مضطهد وكل شيء. ثم ناس يشككوا في هذا، ثم ناس يقولوا أن الشيخ عبد الفتاح مورو ما كانش مضطهد، كان في فترات معينة قريب من النظام ومهادن، يعني كانت فما هدنة بينه وبين نظام بن علي. مثلا أنا باش نعطيك ستاتيو بوست كتبوا إنسان ماهوش بعيد عليكم إيديولوجيا ولكنه توا يتسمى منافس انتخابي، اللي هو الأستاذ عماد الدايمي مدير حملة الدكتور منصف المرزوقي، اللي كتب حاجة
في الإطار هذا نجم نشوفها ونجم نقرأها لك لأنها موجودة في تليفوني. يقول عماد الدايمي في ستاتيو كتبه 31 أوت نص الليل بريس كتبه: عندما كان المرزوقي يدافع عن المساجين الإسلاميين في التسعينات وعن حق النهضة في العمل السياسي المشترك مع بقية المعارضة ولدى الأوروبيين في بداية 2000، كان أحدهم يجمع التوابع البريدية، سماها قرصة هو، وأحدهم يقصد فيك أنت. شفنا احنا التعليقات من بعد اللي قاعدين يعلقوا كلهم، ثم برشا دافعوا عليك طبعا وذكروك بالاسم. شنو تعليقك على هذا؟ هذا التشكيك. الله يهديه الأستاذ عماد، أنا نحترمه وعلاقتي به أعلى من هالقرصة، ويبدو أنه هو قرصوه مش قالها. شكون قرصه مش قرصك؟ يا أخي أنا نعس اللي وقع في الليل وفي النهار، ما نعرف نص الليل جيت قراص نص الليل، قراص نص الليل ما يقرص نص الليل بتاع نص الليل. لكن على كل حال على كل حال الكلام هذا يرد عليه في مكانه من قبل من يعرفه، وأنا لست عارضا نفسي اليوم باش نعمل روحي بطولة، لكن ظاهر الكلام شنو مؤداه. أستاذ برهان، احنا باش قبل ما نمشي وخاطر عندك اسئله باش تطرحها مع الاستاذ مورو، ولكن نحبوا نحكيوا على التمويل، تمويل حمله الاستاذ عبد الفتاح مورو المرشح. عندكش اسئله على التمويل؟ السؤال التقليدي والعادي اللي يطرح على كل المرشحين، سي عبد الفتاح معمل على شنو في تمويل حملتك بالضبط؟ هو تمويل ذاتي يستعمل الآليات المسموحة بها قانونا، وهي أن نفتح حسابا جاريا، والذين يؤيدون هذا المترشح يمولونه عن طريق ذلك الحساب الجاري بشكل شفاف، يمكن الإدارة أن تراقبه وأن تحاسب هذا المترشح. أنا بدأت بتمويل ذاتي بسيط، أنا وأولادي، باش كريت محل يكون للحملة، وهذا تم فعلا. ما يأتي هنا عملنا فتحنا حساب جاري. بلي سامحني، نعم، كريت محل احتجت باش تلم ولادك وتلموا المبلغ العظيم هذا اللي كريتوا به محل، مبلغ بسيط هذا كراء محل استاذ، شنو معناتها تحب الظاهر اللي انت ما عندكش فلوس؟ على كل حال انا حالي الاجتماعي وحالي المادي مشهود من الجميع، انا لا جيت نبكي ولا جيت ندعي الغنى. برك الله كنت محامي قد الدنيا لمده سنوات ومستور والحمد لله ولبس عليا، ومن اغلى المحامين ولا بس عليا الحمد لله، باش تحير في كريم حل، واللي اعطاني يرحم والدي. باه واضح. كيفاش استاذ برهان؟ توا تمويل يعني قال لك تمويل ذاتي؟ تقريبا يبدو انه مع كي شفنا المسائل يعني ينتمي الى التمويل، ينتمي الى اغنى حزب، هذا هو بالضبط. وماذا عن حركه النهضه؟ ما هو لان الاحزاب مرشح، مش مرشح نفسك انت، لست مرشح مستقل. ما هو لان تو انا عندي مستشارين قانونيين معايا، عندي ستاف كامل، فالمستشارين القانونيين متاعي قالوا ان الاحزاب لا يحق لها ان تمول الافراد في الانتخابات الرئاسيه، ولذلك احنا متحفظين من وجود مانع قانوني يحول بيننا وبين احترام القانون. يعني بينك وبين روحك، نفترض ان نعرف كل المترشحين قبل ما يدخلوا الانتخابات يعملوا تقدير للميزانيه اللي باش يصرفوها. بالضبط. ما هو الرقم الذي قدرته لكي يصرف على ميزانيه الحمله الانتخابيه للمرشح عبد الفتاح مورو؟ بالضبط. ما زلنا ما اكتملناش في هذا. انت احنا في ذروه الحمله. اي نعم، هذيك امكانياتي، ولذلك انت ما ريتش مني. يا استاذ. يعني قد ايه؟ 5 ملايين، 10 ملايين، مليار، مليارين، 5 مليار، قد ايه؟ هو عندنا. انت راهو الحمله ربع ساعه، راهي معنا بدينا فيها احنا. ايه انا شنو اللي عملت في الحمله؟ انا مشيت ركبت الميلان وجيت، هذاك اللي وقع. وكريت البارح في نص الليل مشيت علقت ورقه في الليل. طبعا قد ايش يتكلف عندنا فاتوره لافيشاج يوربان هذاك اللي استعملوه. عندنا فاتوره، ما تسالنيش على هذا. انا مانيش انا مدير الحمله يا استاذ. نسال الاستاذ سمير جيلو. ما حد، عندي ستاف كامل فيه الجانب القانوني والجانب المالي والجانب التسييري وجانب الدعايه، مش كلام. ولذلك عمل منظم وملتزمون بألا نخالف القانون أو نسعى. يا ولدي أنا قريت مقال على الشيخ مورو في إحدى المواقع، قال لك تقعد تحاوره 3 سنين وما تخرج منه شيء. 3 سنين عنوان اسم، حاور الشيخ مورو 3 سنين وما تاخذ شيء، وهذا صحيح. ما يتفوت على الانتخابات وقت. لا 3 سنين. هو في الايام العاديه ما تخرجش شيء خير في حمله انتخابيه. باهي استاذ، عندك اسئله على مجموعه 5 اسئله. انا استاذ سمير، هذا حيادك،
يجعلك تقول فيها هكا. قريت مقال اي معناها انا ما نجم معناها ماني صادق الكلام تاعي. انا قلت مك صادق مش معناها وكل... ولكنك تتقن محاور جيدك هو فتح انا محاور تتقن لكن تتقن التهرب من الاسئله لا على اساس معطيات واقعيه وقانونيه لا يجوز لي تغييرها ولا اغيرها. يا استاذ مورو انت تتقن القفز على الفخاخ والمشي فوق الألغام والأسئلة الملغمة. عيب عليك تقولي هالكلام لأنك تقول للتوانسة راهو عنده إيجابية مش موجودة عند غيره. هالمعنى هذا موجود عند كل السياسيين يا أخويا. قدكش صادق كل السياسيين قدكش نزيه في المنافسة. كل السياسيين عندهم تشكر في القفز على الفخاخ وعندهم إيجاد الحلول. ما البس سياسي هو واضح الشيخ فتاح. أبا مجموعة متاع أسئلة تقريبا لا تتجاوز الخمسة في علاقة باختصاصاتك وصلاحياتك كرئيس الجمهورية. لا اللي مش نسألك على اقتصاد، لا اللي مش نسألك على جهة سري. سئلت في كل أسئلة اللي أنا شخصيا أعتقد أنها أسئلة جانبية ولن تجد من رئيس الجمهورية أي صلاحية في الإجابة عليها أو تنفيذها. علاقاتك الخارجية الأسئلة ستكون سريعة وأرجو أن تكون الإجابات سريعة. قلت قبيل أن إرجاع العلاقة مع سوريا هذا شغل الجامعة العربية، ما ستقرره الجامعة العربية سأتبناه. الجامعة العربية منذ سنتين أصدرت قرارا، مررت قرارا باعتبار منظمة حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. لو أعيد تمرير هذا القرار وممكن أيضا، ماذا سيكون موقف تونس؟ احنا عبد الفتاح مورو طبعا كرئيس جمهورية كيف سيصوت؟ علاقتنا بحزب الله راجعة إلى صموده ونضاله ودفاعه عن الحوزة العربية ضد المعتدي الصهيوني. ما زاد على ذلك من مواقف هي مواقف حزبية تخضع للتقييم القانوني والأخلاقي والعلاقات الدولية يعني. ونحن نحترم ذلك. أجبني بنعم ولا القرار هذايا ستصادق عليه؟ يعني هل ستصدر تعليماتك للدبلوماسية التونسية أن تصوت بنعم أو لا؟ ليش؟ أمام قرار تصنيف حزب الله منظمة إرهابية في الجامعة العربية. أنا هذه ما عنديش معطيات في شأنه. نطلع على الملف ونجاوبك. نطلع على الملف وهذا عهد بيني وبين شعبي. الحرب على اليمن نعم. الشيخ عبد الفتاح مورو مواقفه هل سيكون بإدانة العدوان السعودي على اليمن أم التزام يعني الحياد اللا موقف؟ لا يعني قضية اليمن قضية شعب يداس من وشعب يقسم من واقع من واقع يدوس واقع إقليمي جعل هذا الشعب الآن تنسى حقوقه. لا بد من السعي مع الأطراف المختلفة في إيجاد حل وحل أخوي. إيش عندي في الإمضاء مانيش في نحكم عليه. في المستقبل نحن بلد تولى يلتزم الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكنه إيجابي في علاقته مع الأطراف جميعا وقادر على التأثير عليها جميعا لرأب الصدع وإحلال السلم محل الحرب. صلاحياتك على مستوى الأمن القومي لو طلب منك وهذا جاري والناس كل تعرف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال علاقتها بتونس تمر عبر الأفريكوم تسهيلات عسكرية لفئات الولايات المتحدة الأمريكية في تونس حتى في إطار الحرب مكافحة الإرهاب، هل ستمنحها هذه التسهيلات أم ترفض منح هذه التسهيلات؟ هذا اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الأرض التونسية التي نحترمها ونقدسها ونحميها ولا يجوز لأي رئيس جمهورية بما فيه مشاركة عسكريين أمريكان في مجهود تونس في الحرب على الإرهاب. هل ترفض إذا ذلك؟ كان في نطاق التعاون الدولي الظاهر البريء فهو أمر مدخول عليه. أما الدخول في تموقعات وإعطاء تونس قطعة من أرضها لتصبح قواعد أجنبية داخلها فهذا مرفوض قطعا. واضح معناها أسئلة سريعة خاطر كملنا الحوار. السيدة الأولى أنا نعرف زوجتك ربي يفضلها لك، أي دور للسيدة الأولى في قصر الرئاسة إذا انتخبك الشعب التونسي؟ أي دور؟ شنو هو دورها باش يكون؟ هل باش ظهرها الإعلام؟ هل باش تكون بجنبك في الصورة العامة؟ هل باش تشركها؟ هل باش يكون عندها دور اجتماعي؟ أو أي حاجة من هذا النوع؟ أنا زوجتي لن يتغير دورها، سيبقى دورها دور زوجة لرجل يكابد واستبقى علاقتي بها قاصرة علي وعليها، ما عندهاش علاقة بالشعب التونسي. الشعب التونسي لم يختارها لأي موطن، أنا اخترتها
لموطن سأحرص على أن تبقى في هذا الموطن، والشعب التونسي لا علاقة له بهذا الاختيار. هو الشعب التونسي من كثر ما تعقد من زوجات وعائلات الرؤساء حقه ينتخبهم هما زاد. لا ما حشناش يعني المرة ذيك تشد بابوشتها وتلهب رجلها يكفيها. ميزانية الرئاسة وأجرة الرئيس عندك ما تقول فيهم؟ هذه تراجع دائما أبدا نحو ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المال العام وعدم إهداره. مش معنى هذا يعني كل ما فيه إهدار وقلت ما فيه تضيع للمال ينبغي مقاومة. كلام عام ذي عندكش إجراء عندكش الرئاسة. حاجة أي في برنامج نعم عندكش حاجة في برنامجك تحب تعملها يعني فيه. الأموال اللي ماشية للبهرج والأموال الماشية للأجرة للأجرة الزايدة رئاسة الجمهورية راهي صورة بهرج هيبة يلزمك تصرف على هذا. لكن رئيس الدولة يحتاج 30,000 دينار ما يحتاجش؟ ما يحتاجهمش. قديش يحتاج؟ يحتاج قديش يلزمه؟ شهريته قديش ما تجاوزش يلزم؟ ما أنا باش تلزمني أنا بها أي يحتاج 6,000 6,000 شهرية رئيس الحكومة 7,000 دينار أكاو في بلاد تعاني بيه أكل الفلوس الزايدة تمشي للقلال أو الفقراء وتحلم بها مشاريع بيه. آخر سؤال أنت مرتبط وجدانيا وروحيا تقريبا واليوم مدين وليت للشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الحالي، يعني فما علاقة خاصة هي من قبل وزادت دعمت لأنه عنده فضل عليك بأنه رشحك رئاسة الجمهورية. هل سيكون راشد الغنوشي هو رئيسك وقت اللي ينتخبك الشعب رئيس الجمهورية وترجع له في كل كبيرة وصغيرة؟ كيفاش؟ شنو كيفاش؟ تحب نرجع لك كما برهان المصر ومحمد مرسي والمرشد العام وكذا في 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 أدبيات الإخوان وكذا؟ الاتفاق بيني وبينه الذي أعلنته عندما سلمت على قواعد الحركة يوم الجمعة الماضي قائم على استقلاليتي في قراري وعدم تأثري بأي مؤثر حتى ولو كان من صديقي ومن من أعانني أبدا. ما يتحكمش فيك شؤون الدولة يا أستاذ، لا تقبل البيع والشراء. شؤون الدولة مسؤولية قدام الشعب وقدام القانون وقدام ربي. هذا ما شفناهش في دول أخرى يحكموها الإسلاميين، حكموها الإسلاميين. شفنا المرشد العام هو اللي يحكم. أرفع التحدي بالتجربة أستاذ. طبعا أنا كي طرحت على الشيخ عبد الفتاح وقال لي أنت قاعد تدس السم في العسل وظهر كنت تجبد لي على محمد مرسي وتجبد لي على محمد مرسي، أدرك أن الشيخ عبد الفتاح من الذكاء والفطنة أنه سيواجه هذه الأسئلة سواء الآن أو لو كتب له أنه ينتصر في الانتخابات. الناس ستقارنه بمحمد مرسي، العباد ما هيش بتقارنه بوغو شافيز في فنزويلا، ما هيش بتقارنه بجمال عبد الناصر القومي، باش تقارنه بمرسي الإسلامي، خاصة أنه مارس التجربة سنتين أو 3 سنوات فقط لهنا لهنا. هذاك علينا نحن سألناك وديما نقعدوا في مجال المقارنات لهنا، لأن أنا أدرك جيدا أنها داخلكم في ذهنك في مخيلتك في قلبك في عقلك في كواليس الحركة المسألة هذه مطروحة ومطروحة جدا. يا أستاذ نحن سنعمل في العلن قدام الناس الكل في مؤسسات شفافة بقانون فما رقيب عليه وفما محكمة دستورية وفما برلمان وفما مجتمع مدني فما صحافة حرة. ما يجمش يتم في تونس أي شيء مخالف لما اتفقنا عليه في دستورنا وفي ثورتنا من رد الاعتباري للشعب وتحكيم الشعب في سلطته، وانتم الآن تقولوا هذا مش ممكن. جربتوه في تونس؟ ما علاش تونس هي الاكسبسيون؟ إذا كان احنا اعتبرنا وأن تونس هي استثناء، يعني استثناء في كل شيء واضح اللي موقعش عند بلدان أخرى بدون ذكرها. سؤالي الأخير من محمد مرسي لحكاية أخرى ما عندها حتى علاقة وأرجو إجابة صريحة ومش دبلوماسية. شيخ عبد الفتاح كي تلعب الكلوب والاسبيرانس كي تلعب انت تصفق لشكون وتحبوا يربح في الدار؟ نصفق الاسبيرانس هكا وانت وفوق المنصه. لا خلينا المنصه حاسي بيك الجو بالصادق الواحد في داري في الدار مكشخ ولا بلا ونص هكا هو. لكن وقت اللي يلعب وقت اللي تلعب الافريقي مع درشكون لاخر خليه يربح صحالي مكشخ. علاش طرت فيها مع العباد يلا غالب يا استاذ عبد الفتاح مكشخ انت زاده مكشخ قلت لك انا مولود في باب سويقه وأولادي في باب سويقة كيفاش تقول لي الكلام هذا؟ باش ينتخبوك ليزيسبيرونتيست يعني هذا الاختيار باش ينتخبوك ليزيسبيرونتيست زعما؟ عمري ما عرضت روحي على أساس الانتماء الرياضي واضح لأنه لا يحدد مستقبل البلاد بانتماء الرياضي. باهي أستاذ عبد الفتاح عندك 3 دقائق في آخر الحصة. باهي
الثلاثة دقائق هذوما باش نعطيوهم لك بال 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 بالتوقيت بالضبط باش نعطيوهم لك باش تتوجه للناخب للناخب التونسي وتحاول تقنعه أنه يصوت لك. أنت حر في طريقتك وفي أسلوبك وفي القصة اللي باش تعملها، تتلفت الكاميرا اللي مقابلتك ثم توجه خطابك للناخب اللي يتفرج فيك توا وتحاول تقنعه باش يصوت لك. تفضل. أولاً أنا كلمت 600,000 تونسي لم يعتبر أحد من السياسيين أنهم موجودون، ولم يسلم عليهم ولم يخاطبهم رغم كونهم مواطنين، وقلت لهم اللغة اللي يفهموها وفهموني وفهمتهم. بقية التونسيين قل لهم وأن الديمقراطية اللي تتبنى شيئاً فشيئاً قوامها حسن اختيار منك يا مواطن، ومش شعارات ومش قيم نرفعوها، وإنما أساليب تنفيذية من خلالها نسعى لتغيير واقعنا. وأنا أقول رئيس جمهورية مترشد متخلي عن حظوظ الشخصية ومتخلي عن المستقبل اللي بيش يبنيه، لأنه موش بيش يعاود، ورئيس جمهورية عارف بواقع البلاد وقادر بيش يخاطب التونسيين رغم عن اختلاف نزعاتهم وتفكيرهم، يستنى في مساعدتك ويستنى في اختيارك اللي بيش يكون واضح، باش تقف إلى جانبه تحاسبه وتطالبه، لكن وقت اللي يطلب منك حاجة تنفذها. هذه العلاقة ما بين رئيس الجمهورية والشعب متاعه تحتاج إلى تواطؤ بين الطرفين على مستقبل نساعد فيه على الخروج من مجرد أننا دولة مستقلة وأن دولة فيها حريات إلى كون دولة مستقلة فيها حريات لكن فيها تنمية واحترام لشبابها واحترام لفتياتها واحترام لنساها والقدرة على أحل إشكالاتها بمنهج واضح وبشفافية لا يمكن أن يشكك فيها أحد. لذا أنا في انتظار أولادي وبناتي لاختيار الشخص الذي يقوم بهذه المهمة بمساندتهم، وشكرا. مازال عندك الوقت نجم تستغل. لا اكتفيت. نجم تغني لهم تقنعهم تحكي لهم. اكتفيت. مازالت عندك دقيقة. لا اكتفيت سيدي. به واضح. يعطيك الصحة شيخ عبد الفتاح، أستاذ عبد الفتاح مورو المرشح الرئاسي عن حركة النهضة. أنت ضيفنا الأول في هذا البرنامج، برنامج الرئيس اللي تشوفوه كل أحد وأربعة تيلة الحملة الانتخابية. أستاذ عبد الفتاح عندك كلمة أخيرة، شبيك سرحت؟ لا ما عندي كلمة أخيرة، لأن أنا برنامجي الانتخابي عرضته وقلت ثلاثة نقاط اللي حاجتي بها، والشعب التونسي باش يطلع عليه في البيان اللي قاعد ننشر فيه. لكن غايتي أني نحرك شعور الشعب التونسي باش ما يعتبرش قضية الانتخاب هي مجرد ورقة في صندوق، هي التزام من رئيس والتزام من شعب على أن نوجد مناخ جديد في البلاد هو مناخ الحوار المفقود. عملنا برلمان نتصادموا فيه ونتعاركوا فيه، ولكن ما عملناش مؤسسات نتحاوروا فيها على المستقبل والواقع. واضح أستاذ عبد الفتاح. برهان عندكش انطباع عام على هذه الحلقة وحوارنا مع الأستاذ المرشح الرئاسي الأستاذ عبد الفتاح مورو؟ انطباعك المحايد طبعا والمورو. الخلاصة هي خلاصة رؤيتي أنا. طبعا عبد الفتاح مورو لم يخرج عن المتوقع، ذكي في الإجابة. مخاطبته الآن للجزء كبير من التوانسة اللي هما 600,000 من ذوي الحاجيات الخصوصية، عملية ذكية اتصاليا. فاجأني أنه لم يرد أن يتورط في مواقف ليبرالية كعادته في علاقة بموضوع المثليين. وجدت أن رجل غنوشي وهو المحسوب على الجناح المحافظ الأقل ليبرالية أبدى من ليبرالية تجاه هذا الموضوع كثير في علاقة بالمثلية، في حوار مع صحفي إيطالي قال أن نعتبرها جزء من الحريات الشخصية. لا قيس سعيد جاء ضد، جاء ضد رجل غلوش، يعني جاهر بالموت، اعتبر المثلية قضية شخصية ولا يمكن أن تكون موضوع لتجريم قانوني. هنا فوجئت وكأنه تنازل من طرف الشيخ عبد الفتاح لفئة قواعد النهضة اليوم في حاجة لأنه يثبت عليه
أنه محافظ مثلهم في الوقت اللي في السابق أبدى من المواقف الليبرالية الكثير، لعله الآن عنده الحق في عشية حملة انتخابية جنوده على الأرض هما جمهور محافظ ما حبش يصدمهم في ذلك. لكن عموما عبد الفتاح مورو هو عبد الفتاح مورو. على كل حال للملاحظة فقط، انتهت الحلقة بالنسبة للمثلية. ما عندناش نص قانوني تبع الناس في ديارها، لا موجود ما عندناش يوقفوهم توا في الشوارع، دون أن يأتوا أي عمل مخل بالأخلاق، يعديهم يتعديوا على الفحص يرسلهم في الحبس. الفحص غير قانوني. هذا هي الحكاية، هي التجريه هنا، التجريه هي العملية. هذا ضيفنا الأول في برنامج الرئيس، نلتقي مع الضيف الثاني. فاصل إشهاري ثم نعود لمواصلة الحلقة.